ضربة خفيفة والضوء بدأ يخفت في الكونتاكت، وإذا كان عاودنا الضربة الثانية باش تكون أقل كما قاعدين تسمعوا. فوالا دونك أول حاجة حسب الناس اللي يقولوا واللي زيكسبير متاعنا أنه تتفقد ليكوس متاع لي باتخي بالكش تلقاهم بعدين على بعضهم في ركزة مركز. لكن الحقيقة احنا اليوم باش نحكيو على عطب خاص باللي باتري، لي باتري اللي من شيرة أسوامهم غلات. نحكيو على باتري L1 L2 L3 وصل سومهم بين 380 حتى لل 490 دينار. بون بالنسبة لليكوس ما مش بعدين على بعض، لكن موضوعنا لليوم هو جودة لي باتري. لي باتري اللي جدل كبير حول الجودة متاعهم، كيفاش باتري تتبدل عام ناول والسنة تفسد وتصبح غير قادر على انها تشغل لك كرهبتك في الصباح مع الطقس بارد ولا حتى كيف كيف في طقس سخون. كيما زاد كيف كيف باش نحكيو على لو ريسيكلاج، رسكلت البطاريات اللي اصبحت موضة عند الشركات المصنعة الأجنبية والمحلية. باش نحكيو على أسوام البطاريات وعلى جودتها في روبورتاج خاص موتور سبور. لكن قبل كل شيء البطارية بالعة ولازمنا نمشي ونثبتوا فيها في اللامبيراج وأيضا على سبب عطلانها. يلا الرحلة بدأت. يلا حاجة خايبة برشا إذا كان صارت لك السباح بكري وانتي قاصد ربي بكوستيوم ولا حتى سيفيل. رد بالك سفيان، هذول هذا أول بان موثق. أوكا سيبو عندك، أهلا وسهلا. شلاحوالك؟ صحة بخير؟ لاباس. هي تجربة صحفية ولكنه موضوع للمتابعة في روبورتاجنا لليوم باش نفهموا حكاية لاكاليتي نتاع لي باتري. تعمل لنا تيست خلينا نشوفوا ساعة الباتري هذايا. باتريتنا بالعة. بالعة الباتري؟ بالعة الباتري. خرج لك رابورتي. جا باتري رومبلاسي. دوك هذايا لازمها تبدل. لازمها تتبدل هذي. فوالا. أما غريبة في عام راهي. شنو أنا قالوا لي هكا فما ديفوات قاعده صايره توا، شنو بالضبط شنو اللي عندنا في حكايه الديفوات نتاع الباتريات؟ بون ولا فما برشا روتور صحيح توا في الكراهب، فما عدة اسباب. اي شنو سبب الروتور هذايا باش تفسروا انت؟ موفيز يوتيليزاسيون اهم حاجه. اي اول حاجه ساعات فما شكون يركب باتري ماهيش كومباتيبل مع الكهرباء. شنو معناها؟ معناها تبدا الكهرباء تطلب مثال امبيراج معين تعطي امبيراج اقل. خاصة الكراب النوفو تلقى فيهم ديكابتور، تلقى فيهم كل شيء الكتريك، كل شيء يطلب كورون. أما الروتور علاش؟ الروتور في المحلي وفي الأجنبي زاد باش نفهموا مع بعضنا. الروتور معناه مبني على شنو بالضبط؟ مبني على شنو؟ أنت كتكنيسيان. من البرودكسيون من الاوتيليزاسيون من الزوز. معناها البطارية قبل كانت تشد أكثر من برشا من تو، قبل تشد بطارية بالأربع سنين بالخمسة سنين تنسى حتى وقتاش ركبتها. تو اكيد معناها ثم دي تكنيك في البروتكسيون تبدلوا، فما عده اسباب معناها المعلومه والمجهوله اللي خلات الباتري ما عادش تشد هكا. يعني توافقني في حكايه الجوده انها نوعا ما لا قلت على قبل، اكيد اكيد جدا. هو في كل شيء معناها ما عادش كيما قبل، منهم الباتريات. الجوده طاحت مقارنه بالسنين اللي فاتوا، اما شنو احوال الاسعار؟ قررنا انو نمشي ونزوروا نقاط البيع. نبداو بالاسعار اللي موجوده هوني، حابين نشوفه ونقارنه. فيش بحذية توا الشاوروم باش نوريك السلعة المحلية والسلعة الأجنبية ونعطيك أسوامهم. السوم يقابل الاحتياجات نتاع الكهرباء اللي بالطبيعة. بالطبيعة أنت والميزانية الشخص، فهمتني؟ أما أهم حاجة أنه نعطيوها الأمبيراج اللي تستحقه. أي جوستومون. هذاك شنو أهم حاجة؟ تو عملنا ديكنو
ننصحك بالسلعه المحليه، حتى في الجارانتي ما تلقاش اشكال كبير. انا خلي الفكره من عندك انت. اي مرحبا بك. باش نعملوا دوره على نقاط بيع اخرى باش نفهموا بالطبيعه المشكل بين الجوده وبين الاسعار. بالطبيعه مرحبا بك. عايش مرحبا مرحبا عايش سما. برشا حديث على اسوام البطاريات خلتنا نجي ونشوف نقاط البيع، نشوفوا قداش قاعده تتباع البطاريات في الانواع الكل. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. احوالك؟ صحه بخيره. انت اعطينا فكره على البطاريات، الاسوام نتاعهم، الفرق بين كل بطاريه وبطاريه. مرحبا بكم الساعه. لي باتري هما فما بون فما برشا انواع في لي باتري، فما برشا دي كاباسيتي. كل كهرباء ولي بزوان نتاعها، كل كهرباء ولي كاباسيتي نتاعها، وكل كهرباء لي بوفوار دو ديماراج اللي تستحق 240 حتى ل 280. لكن اللي لاحظته انا شخصيا مثلا انه 380 دينار بالنسبه للباتري اجنبيه ال2 ما تعتبروش انه السوم هذا ارتفع مقارنه بعامين التالي؟ عادي السوم باش يرتفع بحكم اللي فما برشا مشاكل سيرتو بعد كورونا وحكايه الترانسبور، وخاطر احنا السلعه هذيك تجينا كلها من برا، معناتها ماهيش تونسيه ماهيش صنع تونسي، عادي باش يكون فما ارتفاع بحكم معناتها الاختلاف الديفيز للعمله، معناتها بين العوامل اللي فاتوا والعوامل السنه. سينو يتسماو لوجيك، معناتها حتى بارابور على ليشيل مونديال يتسماو لوجيك، معناتها الاسوام. ما نسيتش باش نحكي لكم على رسكله البطاريات. بعض من المصانع العالمية تعتمد على عملية تفكيك البطاريات القديمة. سيباغاتور ميكانيك هذا باش يفرق النحاس على شيرة. البلاستيك هو زادة وحده، والألمنيوم باش يتحط على جنب. من بعد باش يتحصل المعمل على بودر نوار اسمها بلاك ماس. البلاك ماس تحتوي على أكسيد الكوبالت اللي باش تفرقوا الماكينة هذه. مرحلة أخرى تجمع بين الفيزياء والكيمياء، فيزيكوشيميك. الكوبالت اللي باش تحصل عليه المعمل في شكل ملح، غبره باش يتم التصنيع بها من اول وجديد بطاريات جديده 100%. صحيح عمليه تثمين الرسكله من الناحيه الاقتصاديه والبيئيه حاجه واجبه، امر واجب علينا، اما سؤال نسالوه بكل بساطه، هل الرسكله ما تاثرش على جوده البطاريات اللي تتسربه من اول وجديد في السوق عالميا ومحليا؟